خليني اروح اطمن على واحد من لاعبين منتخبنا الوطني السابقين، وان شاء الله ربنا يوفقه ويرجع تاني مره اخرى لمنتخبنا الوطني. كابتن كريم حافظ، مساء الخير عليك يا كابتن كريم. ازيك يا كابتن محمد؟ عامل ايه؟ وحشني. وحشنا. لا لا، انت كده بالشعر الاصفر ده فاجئتني الصراحه. عامل ايه؟ الحمد لله استاذ تمام. شيف عبد الله اخبارك ايه؟ بيسلم عليك معايا في الاستوديو هنا. سلم لي عليه. الله وهفكرك بقى يخليك، ايام ما الله كنا في يخليك. منتخب الشباب شويه. ماشي، اخبار الدولارات ايه؟ فاكر طبعا يا كابتن، كله الدولارات تمام دلوقتي الحمد عامله ايه لله. معاك؟ الحمد لله بخير. زادت؟ الدولارات واقفه الايام دي يا كابتن. طمني عليك. طيب يا كريم، طمني عليك يا حبيبي، الحمد لله بخير والله. ايه انت الاخبار؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. يعني الحظر الايام دي في تركيا، هنا بيعمل الويك اند حظر، الناس كلها في البيت، محدش بيخرج. فالحمد لله يعني دلوقتي السيتويشن احسن وكده، فاحتمال نرجع التمرين الاسبوع الجاي ان شاء الله. التمرين ازاي يعني بيدار ازاي؟ وخلي بالك الاعداد تقريبا في تركيا عدد زياده يعني، فانت ازاي بتتعامل مع هي كانت الموقف ده؟ بتزيد، بس هما يعني ابتدوا يحجموا الموقف، ابتدوا الناس عشان كده بيعملوا الويكند كله، يعني بيعملوا حظر وكده، في حظر تجوال، فمحدش ينفع يخرج من البيت لمدة 48 ساعة، فده بيقلل النسبة شوية. فهما دلوقتي الاتحاد ده احتمال يقرر، المفروض ان النادي مدينا ميعاد ان احنا نرجع التمرين يوم 28. فانا سمعت النهارده يعني السبورت دايركتور اتكلمنا وكده، وقالنا ممكن نرجع من 28 ان شاء الله. بس كام تور؟ التمرين عادي بيبقى اونلاين، يعني مع الفريق وكده، كويس. بيبقى كل يومين بيبقى عندنا سيشن وكده في التمرين الفرقه كلها، فربنا يسهل بقى ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا كريم، يمكن بتتواصل مع لعيبه زمايلك سواء بقى رمضان او محمد هاني، لعيبه زمايلك في منتخب الشباب او حتى منتخب الاول، بتتواصل معاهم دايما؟ مع هاني على طول بتكلم، مع هاني، ولما يكون مثلا النادي الاهلي فيه حاجه، خد بطوله بتاع، بكلم رمضان، عيد ميلاده، يعني بنطمن على بعض برضه وكده. يعني ساعات كانت بتبقى ايام حلوه، كانت ايام حلوه جت. هل في ساعات بتبقى وسيط لواحد منهم انه يبقى موجود معاك في النادي اللي بتلعب فيه؟ والله هو النادي لو بيسالني يعني على لعيب وكده، يعني اكيد بتكلم عليه بشكل كويس. فلما مثلا كان من فتره النادي مكلمني على كذا لعيب، فكنت بتكلم عليهم، يعني كنت برشحهم برضه ان هو لعيبه كويسه وممكن يساعدوا الفرقه والكلام ده. حد سألك من الإدارات الأندية اللي كنت فيها على لعيب معين وأنت جاوبته يعني أو اتكلمت معاه؟ والله وانا في قاسم باشا، كان النادي كان جه سالني على مصطفى محمد قبل بطوله افريقيا للشباب، وهو ده انا يعني طلعت اتكلمت فيه قبل كده مره، واتكلمت عليه بشكل كويس لان مصطفى لعيب كويس وانسان كويس وكده. ف بس هو ما اعتقد بعد بطوله افريقيا يعني النادي الزمالك على ما اعتقد رفض، يعني او ممكن النادي بتاع قاسم باشا ما كانش جدي ممكن يعني.